بلاحظ دايما ان حضرتك بتحب تعمل العمل المتكامل للاسره، بمعنى ان انا مش لازم تبقى زي ما كان والد حضرتك بيقول لك قصه تقيله بس واقوم عارض القصه زي ما هي. دايما في جانب كوميدي لان احنا شعب برضو بنحب نضحك، يعني الضحك مدخل حلو لينا، وفي نفس الوقت في جانب استعراضي وفني وبنسمع مزيكا حلوه واغنيه جميله دايما. حضرتك شايف ان الجمهور في مصر بيحب اكتر الوجبه المتكامله دي، او ان الموضوع يبقى متكامل على بعضه، لكن الحاجه الجد اللي هي دايركت ممكن ما توصلناش قوي. حتى هاملت اللي انا قدمتها سنه 72 وفي 78 لما بقيت بمواصفات السوق نجمي يعني، فبدات اعملها تذاكر وتجاريه، خسرت فيها كل اللي حوشته من علي مظهر وده الدرس لما اتعمل مسلسل. حتى هاملت انا قدمتها بشكل المثقف والامي الاثنين يفهموها بسطتها، وكان فيها بعض الابتسامات الضحك زي لحظات ادعاء الجنون عند هاملت، دي موجوده حتى في التراث يعني اكيد. وكتب 6 أسطر مكسب حقيقي في دائره المعارف البريطانيه من ناقد انجليزي كانوا بيعرضوا فرقه البروسبكت في الهرم، مقدمين هاملت برؤيه جديده، وجم يتفرجوا على العرض بتاع الشاب المصري ده، واتكتب ان شاب مصري عنده 22 سنه 23 سنه في الولد ده عمل احدث تفسير لهاملت تعدى لورانس اوليفييه وتعدى كلام مرعب يعني. طبعا برضو السنه دي المتروبوليتان الامريكيه كرمتني عن هاملت سنة 78 اللي اتقدمت، ولما شافوها في دائرة المعارف وجابوا الفيديو وشافوا العرض، لان في واحد مصري في اللجنة العليا لمتروبوليتان ده فرقة عريقة وفرقة عظيمة، فكانوا بيعرضوا هاملت، اهدوا هاملت بس مباشر للأوبرا المصرية تكريما ليا، واتكرمت في دار الأوبرا. انا مع صدق اللحظة للعمل الفني. طبعا. العمل الفني دايما اقول كلمة المسرح قبل ما بعرض مسرحياتي، كلمة المسرح هي ايه؟ بنقدم فن لا نتعالى على الجمهور لدرجة التقعير ولا التسطيح. نقدم ما يحمل هموم الأمة أو قضاياها ولا نجبرك على تبنيها. يعني في قاعدة عندنا دستور في تقديم العمل الفني. العمل الفني أول كلمة بعد بسم الله الرحمن الرحيم ماذا تريد أن تناقش فيه الناس؟ ده السؤال. هل سيفهمك الأطفال؟ هل سيفهمك ما هم خارج هذا الزمن؟ وهكذا يعني. فلا طبعا لما يبقى العمل الموسيقى والديكو اللي هي بسميها المتعة البصرية والمتعة السمعية والمتعة الذهنية والمتعة الوجدانية، طب لو تحققت الـ4 حاجات دول انت تتفرج على عرض شيق.